سريعاً تتحول ثورة يناير إلى ذكرى يختلف في طريقة إحيائها الأحزاب والتيارات السياسية رافعين شعارات مختلفة، إلا أن السواد الأعظم من الحركات والأحزاب المدنية والثورية والشعبية تجد أن الثورة قفز عليها الإسلاميون وأسقطوها أرضاً، بل واغتصبوا أحلامها، ليطالب الثوار اليوم بتجدد ثورتهم والتي يراها المراقبون تتحول شيئاً فشيء من سلمية إلى ثورة غضب وعنف. ثورة لم تكتمل، نازلين عشان تكتمل، عشان ننهي سيطرة أي فصيل على الدولة، الدولة لكل المصريين، فلا لدولة الإخوان. الشعب المصري مصر ولن يهدأ إلا إذا انتصرت هذه الثورة وتمكنت قوى الثورة من الوصول إلى الحكم لتحقيق أهداف الثورة، لأن النظام اللي وصل إلى الحكم نظام كافر بأهداف الثورة. لا، مش العضة، طلبات مصر، وطلبات مصر هي اللي حددها الشعب المصري وليس أي فرد. خرجنا اليوم لنصحح المسار ولنقول أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. إحياء ذكرى اليوم بزرع الأشجار ورصف الطرق كإشارة من الإسلاميين عن كامل الرضا بما حققته لهم الثورة. القوى الإسلامية جميعها الآن تصطف وتتآلف في مواجهة التيار المدني، برغم وجود خلافات ما بين الإخوان والسلفيين وداخل الإخوان وداخل السلفيين، إلا أن القوى السياسية ذات الخلفية الإسلامية تحاول أن تأتلف وتصطف فيما بينها. بعد الثورة بدأت تحركات شبابية غاضبة تجتاح التظاهرات السياسية السلمية، لعل على رأسها شباب الألترس الأهلاوي الذي توعد بموجات غضب حتى صدور حكم يرضيه عن موت العشرات من مشجعيه في استاد بورسعيد منذ العام تقريبا. كذلك نجد أيضا مشجعين نادي المصري البورسعيدي الجرين إيجلز، والذي توعد أيضا بمسيرات غاضبة وعنيفة إذا لم يحصل المتهمون في نفس القضية على البراءة. شباب آخر يرتدي الأقنعة السوداء أسموا أنفسهم حركة البلاك بلوك الغاضبة، التي تحمل الأعلام السوداء في يد والأسلحة البيضاء في يد أخرى. أما فصيل آخر قد تقنع بقناع الثوري الأسطوري فانديتا، والذي أيضا ينزل إلى المظاهرات ليأخذ حق الشعب بيديه. وميليشيات إسلامية لشباب جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين تحمي الرئيس مرسي والجماعة في منظومة من الفوضى، كل يتوعد الآخر بحرق البلد إذا لم تتحقق مطالبه. أنا اسمي سيمين، عشان خاطر الأمن، إنما احنا شغالين من الصبح هنا، واقفين شغل هتافات وشغل بتاع بيحدفوا علينا، اللي هي الكنابين المسيرة للدموع وضرب طوب وإزاز. مستقبل غامض ينتظر مصر، ساحة مفتوحة يلعب بها اللاعبون من الخارج والداخل، كل له أجندته الخاصة ضد مصلحة هذا الوطن، ليسقط المزيد من الضحايا ويراق المزيد من الدم. في الذكرى الثانية لثورة يناير، لن يكون اليوم هو آخر أيام الغضب الشعبي، فالثورة مستمرة في كل الميادين المصرية حتى تتحقق مطالبها: عيش حرية، عدالة اجتماعية، حيث يؤكد المراقبون بأن الثورة القادمة إذا لم تتحقق هذه المطالب ستكون ثورة الجياع، الذين فقدوا ثقتهم بكل النخبة، بكل الرموز السياسية، حيث أنهم لم يرفعوا الظلم والفقر عن كاهلهم. منى عشماوي، الجديد، من ميدان التحرير بالقاهرة.